نحن خدامة نتاع هبرة هولدينج ونحب ولا حقوقنا فلوسنا وسينا سياسنا، معناتها عندنا أربع شهور ما خلصناش. هذاك علاش ما المؤمنين لهنا؟ معناتها ما عندناش حتى حقوق، حتى معناتها لا سينا سياس وما خلصناش أربع شهور. حبوا على فلوسنا وحقوق. من جانفي بدينا نخدموا معاه، ومن جانفي لليوم معناتها ما عندناش سينا سياس وموقفين من على الخدمة من عيد الكبير، وفوق هذا الكل أربع شهور ما خلصناش. ما عطانا حتى سبب. هو في ليله ونهار قالنا باش نسكر البوينت فون، سكر البوينت فون، مشينا باش نخدموا نلقاهم مسكرين، جينا للاداره نلقاهم مسكر. كل ما نكلموه عشريه او سكتك بافونس او بخمسين او جمعه جاي، جمعه جاي نلقاو روحنا اربع شهور. والشهر هذا الاخراني معناتها مسكرين، معناتها اللي خدمنا فيه ولا حاب يصرف لنا بفلوس. فما حتى سلعه قاعدت في البوينت فون وفزت مشى طيشها وبدل الكوب. فهمتني؟ بدل ديجا الكوب وبدل نتاع البيبان وكل شيء، وقال ما عادش يمشي لحد غادك. وجينا لهنا نهار لون نهار ثاني، وبعد سكر الإدارة وما نقابلوا في حتى واحد. فما فيهم شكون مطرد وفما فيهم شكون جوست واقف على العمل، معناتها ما طردناش من الإدارة مسكرة، دونك اون سسبنسيون نستنيو باش تتسوى وضعيتنا في الأجر، خلاص الأجر والسي ان اس اس. احنا توا ديجا ما شكيناش، شكاو اللي طردوا شكاو باش يخلصوا في شهرياتهم. احنا مازلنا ما معناتها اللي هوني ما شكاوش قانونيا، على خاطر فما تطمينات من جويليا، فما تطمينات انه باش يخلصونا وباش يخلصونا السي ان اس اس. معناتها كل جمعه تتاجل الحكايه للجمعه اللي بعدها. هو يعلم فينا اللي يستنى في قرض ما سهلتلوش الدوله، طولوا عليه لي بروسيدور، مشاكل اوراق، شريك عنده هو شريك سعودي، شريك سعودي ابارامون انسحب من المشروع، ولا ما نعرفوش لي ديتاي نتاع المشاكل، ما نعرفوهمش بالكدا. هو يحاول يوضح لنا كل مره شويه، لكن طالت الحكايه. هبط ارتيكل في الشروق شحكي فيه، قال جماعه اللي بطلتهم، قال انا وقفت مانيش مش مشاكل ماديه، انا وقفت على خاطر ناقص افكتيف تاع خدامه، بطلت 100 خدام فيهم جماعه شديناهم يسرقوا، وجماعه الاخرين بالتاتر تاعهم مسخ عندهم سوابق عدليه. يعني هو حتى العباد بطلها وما خلصهاش، فهمتني؟ ومسخلها في الصوره تاعها. انت كي بطلتوا يخلصوا خليه يمشي على روحه، ولا خلصوا يزيد يطلع في الشروق يزيد يمسخ السمعه تاعه. هو ديما يغلط فينا. انا نخدموا معاه كل يوم، نمشوا ركوبات ماشيين جايين، وريت كي نخدموا معاه ما نتكلموش على شهريات. علاش ما نتكلموش على شهريات؟ خاطر ريت نتكلم على شهريه، يوم تقعد يقول وراك موقف على الخدمه برا وقت لا. العباد تمشي كل يوم تصرف من جيبها، تمشي تخدم، فهمتني؟ نمشوا غاديك وما فماش فلوس. نجيب لنا في اللحم نبيعوا في اللحم داخل فلوس، ما فما حد شيء. يجي العشيه يلم الفلوس الكل ويقصد رب. انا خدمت في حانوت يومين نعم في 7 ملايين. كيفاش تقول لي مشروع مش ناجح؟ يوميا في رمضان يوم ندخلوا في 7 8 9 6 5 ما فهميش. هذه حانوت نحكي عليها متوسطه نخدم فيها انا، ماهيش كبيره وماهيش صغيره. الى متى خويا نحن هكا خويا؟ شعلش واحد روحه، تعملش حكايه في روح الواحد خويا. الاعلام لمن جاء تكلم، لمن جاء شاف خويا؟ لا فيش بي بي لا سينا سياس لا فما حد شيء.